ماما، يا اسمك ايه يا ماما؟ ناديه. ناديه يا كانت فاديه بنتي بلدي. ميرفت لو سعيد يا شباب بطيخة سعيد. العجلة بتاعتي دي يا هورسيز، فين فين العجلة دي دلوقتي؟ ها سعيد. اوه ايه سعيد، الكتاوت برضك؟ طب اجيب لك طوبه. ها مش هتشتغل بالطوبه، ده اصله المرش. طب اجيب لك زلطه. يا اسكت بقى يا مصري، ايه الاخبار يا سعيد؟ بس يا رب منصف. منصف انا كنت عايز اقول لك حاجه. انا سمعتك انت وابتسام وانتوا بتتخانقوا، اوكي؟ بعدين انا حاسس ان انت سابق مشكله اللي هي حقيقيه ومخلياك نيرفز وكده، وبتتخانق على متاهات. متاهات؟ سوري، اقصد تفاهات يعني. انا عارف كويس انت وابتسام عايزين يعني هو دايمين انتوا تلعبوا عريس وعروسه يعني مع بعض، اوكي؟ انا فاهم تمام. فعشان كده انا لقيت حل، اوكي؟ لقيت حل، لانه انا عارف المكان فوق مش هينفع، ولو عملتوا كده مع بعض كلنا هنبقى عارفين طبعا. يو نو اي، ها اوكي. عشان كده انا لقيت حل. ايه رايك انت تاخد ابتسام وتسافروا، تروحوا باريس، تروحوا سبين، تروحوا هواي. انا فكرت في كده فعلا. ريل جود. هي امريكا علمتك الهبل والبجاحه؟ اي مان، ما تركزش قوي كده صدقني. بس اسمع، مش احسن ما تستنى كل يوم اربع تتفرج عليها وهي بتمسح في الارض؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ سعيد قال لي. سعيد يا ده قال لي القهوه كلها. قال لي القهوه؟ انا هو بهزر معاك. سعيد كده واحنا بنتكلم فوق قال لي يعني من غير ما يقصد. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، ومن غير يعني من غير نرفزه وبهدوء شديد جدا يعني. انت مال امك؟ سوري انا مش فاهم الجمله، بس ساوندز لايك شتيمه يعني؟ لا شتيمه، شتيمه لسه جايه. كلمه واحده كمان وهذكر الست الوالده بافظع الشتايم والاوصاف في امريكا وفي مصر. اوكي اوكي. طب ممكن توسع كده عشان اروح الشغل بقى؟ انت شغال هنا؟ انت اتحلفت علينا من اني داهيه. صباح الخير يا سعيد. لا بقى معبير، خدي حماصه في ايدك. تعالى حماصه، اجري يلا. سلام اخويا. باي حماصه، باي. طب كده يعني حماصه لا احد يوصله، احنا مين يوصلنا بقى؟ اتوبيس الشعب بقى. يلا بيت الشعب. سعيد حالي تذكرتني يا اسطى. خش يا نهار اسود. تعال خش واحمي ظهرك. اوكي ويت. سوري بس مش عايز لأي حاجة أمسك فيها. إيه ده يا أستاذ ده؟ إيه يا أستاذ ده أنت؟ أنا بس لو أعرف ألف لك. أوعى تلف له ليبوسك في بقك، ده المتحرش رسم بتاع الخطوة ده تقريبا. وات؟ نو نو نو. أيوه مصري، نط يا مصري، الحقوني.
مصري مصري. انت كويس؟ ها انت سليم؟ ها استنى يا عم، انا ما تشرب ولا انت صايم؟ لا انا صايم انت سليم؟ حرك ايدك مش تنشف كده. ما انت اللي غلطان يا مصر، المفروض تنط مع اتجاه الاتوبيس مش ضد اتجاه الاتوبيس عشان قوه الدفع بتاعتك ما تبقاش. خلاص يا سعيد، هو انا هعمل دكتوراه في النط؟ خلاص مش راكب تاني اتوبيس. مدرستنا اهي. اه صحيح، ايه ده مدرسه النيل يا الله، مش النيل كان هنا؟ ايه انت لسه فاكر ده؟ دلوقتي في عمارات طلعت وزحمه، ميرفت شغاله هنا. شغاله؟ مش انت قلت لي يا ابني انها مدرسه مش شغاله؟ شغاله مدرسه هنا. اه اوكي اوكي. اه مدرسه النايل يا اور سكول. ايه رايك؟ شفت المدرسه بقت حلوه ازاي بعد ما جددوها؟ قصدك هببوها. جددوها ايه؟ دي بقت تقرف. ليه عملت كده؟ والملعب ده مش كان كبير جدا، ده بقى صغير قوي. طب بقول لك ايه، انا عايز اروح الحمام. فين هو؟ اخر الطرق. روح لحد ما حضرة النظر يظهر. ليه هو مستخبي؟ نقول له ايه؟ ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو فيري ماتش. يلا سمعوني، ثانك يو فيري ماتش. هي هي اكسكيوز مي، هي اسمها فيري ماتش مش فيري ماتش. انت مين حضرتك عشان تقتحم الكلاس؟ كلاس؟ او شيت. طيب خلينا بس في فيري الاول. انت مين؟ انا مصري. وعامل فيها فورنر ليه لما انت مصري؟ الفيري ماتش قال ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو فيري ماتش. اجين اجين؟ لا انا جاي لك. لا لا انا عايز اعرف مين حضرتك وازاي تدخل عليا كده كلاس. كلاس ايه؟ مفيش حاجه اسمها كلاس. كلاس يعني ده كلاس وده كلاس وده كلاس، دول كلاسات. انت بتعملي غلط. لا صح. اوكي لو صح اتفضلي قولي. قولي كده فايبريشن. فايبريشن يعني هزاز يا ولد. طيب قولي بقى كده اخر حاجه يعني فايكنج. فايكنج فايكنج. ده انت فايكنج نص عمرك. ابلا ميرفت، ميس نيفين بتقول لحضرتك وفي بروفا النهارده. ايه التلوث اللي انا سمعته ده؟ روحي يا ورده قولي لينفين ابلا ميرفت بتقول لي انها في الانجليش فله فله فل. استني يا ورده قولي كده فيري ماتش. فيري ماتش. انت بتسقفي على ايه؟ انت نشرتي المرض كله في المدرسه، ازاي تعملي كده في الكيدز؟ ازاي؟ ها انتوا اتقابلتوا؟ مين دي؟ انت تعرفها يا سعيد؟ ده مصر العربي، انت مش فاكرها؟ دي ميرفت. دي ميرفت؟ مش عايز افتكرها، كفايه انت فاكرها. اوكي دي بتعلم الكيدز غلط يا سعيد. سعيد المدرسة الانجليزي هي دي اللي بتعلم حماسة اخوك. شفت سد معاك ازاي؟ يا سيكس سيكس. انا رايح الحمام يا سعيد. الفستير مغلق عشان بيصلح. فظيعة في الانجليزي فظيعة. اوكي اوكي اوكي. ما تزعليش من مصر، اصله بيتكلم امريكاني ومالوش في الانجليزي. اه عشان كده اتنشن. طب هو جاي إقامة ولا جاي في سطور؟ قلت جاي إيه؟ قلت إيه؟ نزل إيدك. قلت يا إنتي الشاكت الشاكت شاكت إيه؟ طبي قلت سو نو، ما تتكلميش خالص إنجليش. قلت أنا جاي ليه؟ طبي هو سعيد. لا مش حسابة سعيد، مش حسابة سعيد مصري. طبي أنا جاي هنا أم في سطور. قالت صح في سطور، أنا سمعتها في سطور. أنا جاي في سطور. أنا أنت قليل أدب. هو سعيد نتهنت هنا في مدرسة، أنا رايح حمام في سطور. شت شت. انا زباله زباله زباله. قفشتك. بتعمل ايه يا مصري؟ ايه مفيش، انا بس كنت بقول حاجه للصور. مش دي حركات زباله. طب يلا 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 بس اوعى تدوس في الميه. اعمل ايه؟ ما هو الحمام ده بتاع المدرسه مقفول وما لقيتش حمام في الشارع، اعمل ايه يعني؟ جبت لي الشهاده بتاعتي من حضره العمده، من حضره الناظر. اه تمام، بكره نستلمها في 5 دقايق. اوكي. ما قلتليش ايه رايك في ميرفت بقى بعد ما كبرت؟ قصدك بعد ما تحولت؟ دي بتقول شاكت يعني عارف بقت كده تقولوا انتوا ايه عليها؟ دي اسمها بيئه. ميرفت بقت بيئه يا سعيد. ايه ده شاكت؟ يلا يلا يلا. فضل يا بيه. هنا على الكرسي؟ نعم. اوكي ممكن لحظه؟ اه تيك يور تايم. Oh my God! What the hell? يا حيوان! Shit! Shit! عملت ايه؟ مرضيش صورني. ازاي يعني؟ يعني قال لي ان هو مش في المود. مصري! ابقى بالبطاقة.
مين ده؟ ده العسكري اللي صورني. نعم حالكم وقفت حالنا، انا جبت لكم ورق منين وجبت منين؟ الله يلعنكم بالعيش لكم نلعب فينكم فين؟ وانا اروح فين بقى في الاوض دي كلها؟ سوري هنا قبول الطالبات. هاي ايه ده؟ فنجان المكتب اللي جوه. المكتب اللي جوه؟ طب في شباك لسه انا ما وقفتش عليه. اتفضل استريح. كل سنه وانت طيب. وانا طيب يا رشا. بتسلم عليك. الله يسلمك ويسلمها. رشا مين؟ رشا دي. شيل يا ابني، شيل فلوسك دي. عارف لو مش شكلك طيب وابن ناس انا كنت عملت لك قضيه دلوقتي. ام سوري ريلي، انا اسف. انا اعذرك يا ابني، بس خلي بالك صوابعك مش زي بعضها، وبرضه الناس ما هي زي بعضها. عشان بقى الكلام الحلو ده خد دي كمان. هو كده بقى الكلام يحلوي. كل سنه وانت طيب يا راجل طيب. جاست كان وذ يو. انت اسمك ايه؟ انا اسمي هو لازم يعني. انت مصري؟ ايه مستعر؟ ما تقول انا مصري. لا بقول انت حضرتك. خليك هنا 5 دقايق وجاي لك. ايه 5 دقايق تاني؟ 5 دقايق بسبورك يا بسبوري المصري. ابوز ايدك اخيرا حزافر. زفرني بقى. مصر كمان بتحبني. انا استحالة اتخلى عن مصر. انا بحب مصر جدا. دي ما اعرفش ايه بس مستحيل اتخلى عن مصر. مصر كمان لازم تحبني ولازم ارجع مصر في يوم من الايام. مصر دي شيء عظيم بالنسبه لي. الف شكر. يو ويلكم. انت مسافر برضو؟ يا انا كمان مسافر. ورايح فين في امريكا؟ رايح ولايه شيفاجو لاصحابي. شيفاجو؟ شيكاغو. شيفاجو. والنبي ما تلخبطش معلومات، انا مصدق. انما انت رايح ولايه ايه؟ انا رايح ولايه كاليفورنيا. كاليفورنيا؟ دي فين دي؟ دي عند مضيق جبل تامر، عارفه؟ دي في الشمال جنب شيفاجو على طول. انما انا مش شايف معاك لا ورق ولا حاجه. انت جاي تاخد فيزا برضو؟ يا بس انا الحقيقه يعني عندي وضع مختلف تماما. يا عم هنا مفيش غير وضع واحد، كل حاجه بالورق. ورقه بتقبض كام وورقه بتشتغل ايه؟ بص انا اصلا فني كمبيوتر وغلبت عبال ما غيرتها وخليتها مبرمج الكمبيوتر، ودي ورقه الاتش ار. لازم كمان يبقى معاك كشف حساب باسمك في البنك ما يقلش عن 80,000 جنيه زي ده كده. خاله حطهم لي، واول ما طلعت الكشف سحب فلوسه في نفس اليوم. بطي قوي هو. برضو وهي دي بقى يعني كل الاسئله اللي بيسالوها؟ لا، في اهم سؤال، ايه اللي هيخليك ترجع مصر تاني وما تكتش؟ ودي برضه ليها ورقه؟ انت غلبان قوي. دي ليها اجابه نموذجيه. اللي هي ايه بقى؟ انا بحب مصر جدا. ليه ما اعرفش؟ يمكن عشان ذكرياتي اللي فيها، يمكن عشان ناسها الطيبين، ليه ما اعرفش؟ بس مصر دي فيها شويه كده عامله روح كده. روح ايه؟ ايوه عامله دفء. انت مش مجهز كلمتين تقولهم ولا ايه؟ لا لا لا، انا وضعي مختلف. انا مش هيسالوني كل الاسئله دي اصلا. Do you have HR letter? Do you have bank statement? No, I have. كده احنا خلصنا. What is this? Huh? Are you crazy? I'm an American. Hey, I'm American. Ha, ايه اللي عملتيه هنا ده؟ Wait. I'm an American. كل حاجة زفت وكل حاجة غلط. هو احنا يا ابني قصرنا معاك في حاجة؟ ما انت وسطينا اهو. وسطيكوا؟ بعمل ايه بقى انا وسطيكوا؟
ممكن حد يقول لي بعمل ايه وسطيكوا؟ انا لا فاهم الناس ولا الناس فاهميني. انا حاسس ان انا خلاص بقيت مسجون هنا في البلد دي. وهزيت طولك ليه من الاول وجيت لحد عندنا لما انت حاسس انك انت مسجون؟ كنت غلطان، كنت فاهم ان مصر هي امي وبلا بلا بلا بلا. بص يا ابني، انا مش هقول لك ان بلدنا دي احسن بلد وان ناسها احسن ناس، لان يمكن تكون في بلاد احسن من بلادنا وناسها احسن من ناسنا، لكن احنا على الاقل احسن من غيرنا بكتير. في ايه؟ قول لي احسن من غيركم في ايه؟ انتوا عاملين نفسكم مبسوطين. مين مبسوط؟ منصف مبسوط وهو مش لاقي مكان يعيش فيه هو ومراته؟ ولا ابتسام مبسوطه وهي مش عارفه تصبر نفسها ولا تصبر جوزها؟ ولا سعيد عنده 30 سنه لسه قاعد مع امه لحد النهارده عشان مش عارف يشتغل ولا لاقي شغل، وبكره هيكون حماسها زي سعيد ونوسها زي ابتسام. انت نفسك عاجبك حالك؟ تلمي انت عاجبك حالك؟ Right. أنا ابني دايما بقول الحمد لله، ولا أقولها لك بالأمريكاني يمكن تفهم. إحنا هنا عندنا الكونسبت بتاع الحمد لله. أنا لو أبص للظروف زي ما أنت بتبص ممكن أشوف فيها حاجات سيئة كتير وممكن أكفر. تعرف أنت لو كنت بتدور في الظروف الصعبة اللي أنت بتتكلم عليها ده، كنت قطعا لقيت حاجات فيها حلوة كتير. بس المسألة دي بقى عايزة واحد بيشعر، بيحس بأم عظيمة زي أم سعيد، ست صبرة محتضنة ابنها شايلها بتصرف عليه وعمره أكتر من 31 سنة لغاية ما ربنا يأذن ويلاقي شغل. تحس بواحد زي منصف أفندي، راجل الدنيا بهدلته طحنته بهدلته يمين وشمال وهو صابر ثابت لم يفقد إيمانه بربنا. يمكن زي ما انت بتقول في أمريكا حاجات حلوة كتير، بس دي مهضور عليها، ممكن نوصل لها في يوم من الأيام. إنما احنا بقى عندنا حاجات من الصعب جدا الوصول ليها، وإلا كنت زماني دلوقتي قاعد وقدامي واحد بيشعر بيحس. يو نو، أنا جيت مصر وكنت فاكر إن أنا هشوف الصورة اللي أنا ستاني. عشت في أمريكا 20 سنة وأنا حابس الصورة دي في دماغي عشان ما تتمسحش. 20 سنة كنت بحلم باليوم اللي أنا هاجي فيه هنا عشان أشوف الصورة دي تاني. يا ريتني سبتها تتمسح. هو أنا وقتها ما كنتش عارف بقى إيه الحلو اللي أنا سبته والوحش اللي أنا جيت هنا شفته وعشته. وأنت جاي بعد 20 سنة تقول لي الظروف؟ يا مصطفى،
كده يا موسى انت عندك ايميل اوكي مبسوطه اكسكيوز مي هو ايه المواسير اللي انت حطاها في راسك دي بوكليه مصري يا قلت لي لما فتحت العدسه تبقى 2 8 اعمل ايه تدخل تنام طب ما تيجي ندرحجها في الارض لازم يعني تسلف الفيسبا بتاعتك لعبد المنصف الناس لبعضيها بقيت محترف اتوبيسات ايه ده برضو انا اللي ايه ده ايه يا اخي ده انت كده حلو يا ماما جميله قوي تسلم ايديك يا حبيبي وراحت حماتي قايله لي مع السلامه يا حبيبتي وراحت متكيالي على السين ايه اتكت على السين تخيل عارف يعني ايه لا اقول لك لما تتكلي على السين معناها روحي في 60 داهيه ووري رحت قلت ما بديهاش بقى ورحت سايبه لهم البيت تسيبي البيت عشان حماتك استرست على السن قولي لها يا ميرفت قولي لها يعني مش السن دي اللي هي لايك لا 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 مالكيش حق يا ابتسام لا ما هو كيت على كيت من امه قلت مفرقعه بقى وطقيت ولو اللي هي الست اللي تقعد تاخد بالها من الحاجات دي تبقى ست فاضيه كده يا مصري انا بقول لك كده عشان بعزك انما انت مالك انت مين اتك على مين ولا مين عمل مين ايه قصه الحروف دي كنت عايزني اعمل ايه يعني شوفي اي حرف تاني غير السي خدي بالك من حياتك شوفي جوزك حطي اخضر حطي احمر حطي اسود مش تقولي لي مين تك على العين ولا مين مصمص في اللام الف سين ايه دي لا ده كلام فاضي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شفت تكيتوا على السين قوم يا مصري نعم. الطبق العجوه من على البوفيه اوكي حلوه دي حلوه قوي ده ورا نفس الفراخ العجوه بقول لك ايه يا مصر؟ يا كنت عايزك في كلمتين كده بس هم عايزين عجوه بس ده مش العجوه اساسا والله كنت شاكك يبقى اكيد هي دي العجوه يا اقعد اقعد مستعجل على ايه والعيد هيخلص بنعمل كحك وكده وقريبه ها مش هيخلص يعني اوكي انا يعني اصل هو صعب عليا شويه الكلام كنت عايز يعني اقول لك ما تزعلش مني عشان انا كنت اجريسيف معاك قوي يعني بكره العيد واحنا لازم نصفي اللي بيننا بس انت برضه غلطان انا طبعا غلطان ليه يعني لما تقول لي مراتك وبتبص عليها وهي بتمسح يعني ابتسام يعني كلام ما ينفعش وبعدين الكلام ده كله اساسا مش صحيح والله مش صحيح لا صحيح صحيح ازاي انا شفتك اصلا دلوقتي وانت داخل كمان كنت بتبص عليها كده من كحك لكحك عشان كده رحت متكلك على السين تصدق ان انا جزمه اساسا ان عبرتك وات قوم من هنا قوم ماشي 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 يا رخم عم سعيد ايوه ماما ماما بتندهلي اصلا بتعتمد عليك في كل حاجه سعيد بعد اذنك ايوه ماما عايزه ايه شيل السجانه وديها الفرن قبل ما تزحف هو انت غاويه تتعبي نفسك وتمرمطيني معاكي بالكحك ده ما كل الناس بتجيب جاهز انت كل سنه تعمل المناعه دي يلا بلاش لك اعشيلهم يلا حاضر استنى يا سعيد خد لا معايا فلوس لا دي العيدية طب ما انت معايا هتاخد عيديتك مني يلا واو. خد يا مصر لا. خد يا مصر العيدية واحنا فين العيدية بتاعتنا ولا ناس في ناس بصي بكرة ان شاء الله لما فك لا والله العظيم انا خلاص السجان دي بقى هنوديها الفرن اخر الشهر اوكي عارف يا سعيد لما هاجرنا امريكا كنت بقعد اتحايل على ابويا ان احنا نيجي مصر هنا في العيد بس هو عشان يصبرني كان بيديني العيديه هناك لحد بقى ما جه عيد من العيدات نسي عرفت بقى وقتها ان احنا مش هنيجي مصر تاني ابدا حتى العيديه اللي هو كان بيديني هناك ما كانش ليها طعم زي العيدية كده اللي اديتها لي امك واحنا فوق اوعى سعيد تبطل تاخد عيدية من امك مهما كبرت او رجلك كبرت اوكي ما تقلقش عليا انا عيد مش عيد باخد عيدية تعرف تسيب ايدك سهله اه شيت ايه ده
انت اتخضيت ولا ايه؟ ده ده بومب العيد. طب اجري 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 ستيل. كده مش عارف ايه ده ريحه ريحه ايه دي ريحه الفسيخ ايه هي ويت هو حد ياكل يا جماعه ايه ده ايه الريحه دي ده باظ انتوا ما كنتوش حاطينه في الثلاجه دي احلى حاجه في ريحته حلوه قوي يعني هو كده اصلا طبيعي بتعمل ازاي الفسيخ ده ده يا سيدي بيبقى سمك بوري بنسيبه لما يملح ويسود ويعفن بعد الاكل ليه يعني هقرف يعني وانصف وانصف ايمان ممكن نتمشى مع بعض شويه؟ لا طب ممكن نجري؟ فيها مصر نمسك مصر ايه ده؟ مفتاح حظ؟ لا ده مفتاح شقتي بس فيها كل الحظ اوكي؟ شقه فاضيه خد ابتسام واطلعوا على هناك بقى وعيشوا ممكن دانس ترقص بقى تعمل اللي انت عايزه هناك ايه رايك؟ انت عايزني اخد مراتي الست المحترمه الكمل في شقه فاضيه؟ لا طبعا عيب اوكي خلاص خليك في الشقه المليانه يا منصف استنى بس بس انت بتقفش الكلام ماخد وعطا تاكل يا مصري نو ثانكس انا شبعت بالريحه اقول لك سيبك من الشيخ خش على الملوحه مربى ارجع دي ميته ميته تبقى انا بقول لك انت تعالج من اخيرك دي اجمل حاجه فيها الحته حاجه تفتح النفس لا ما يفتحش نفسي الكلام ده انا يفتح نفسي كلب ميت يكون منفوخ كده يا سلام واو بس كل قرف لا يا راجل كل ما ياكلوا انت بصمر فوق كل انت طب استاذن انا يلا ابتسام ايه رايح فين يا منصف عايد على امي طيب وليه واخد ابتسام بتسمها ما ينفعش عايد على امي من غيرها لازم احنا الاثنين نتعايد مع بعض كل سنه وانت طيبه وانت طيب سلمي يا لمبه يلا اللي هيشبط فينا يلا انا هقوم اغسل ايدي بقول لك ايه يا مساعين ايوه يا ام ميرفت يا اختي البت ميرفت استاذ التاريخ اللي معاها في المدرسه متقدم لها وراسها والف صارمه ما تتجوز انا هقوم اغسل ايدي بقى عشان ريحه الفسيخ انا عارفه ان هي مقنعه ميرفت يوم انا كنت عايز اقول لك حاجه ممكن يكون في يعني حد عايز يقول لك حاجه بس هو مش عايز عشان هو ممكن يكون انت العربي بتاعك مش سعفك سبيك انجلش وانا هفهم ريلي ساوندز جود اوكي كول طيب بص ميرفت سعيد هي هيلبس ايفريبادي اوكي اند هي نيد سمون تو هيلب هيم اوكي ها فهمتي يس جود Thank God. I understood everything. We are very happy in this country. The trees, the Nile, everything. And I understand that you are happy. Then I am happy. Fuck it. Go.